حي الشيخ سعيد مؤسسة توحيد الدين وجبات الإفطار على مجاهدين لواء التوحيد المرابطين في حي الشيخ سعيد. الله أكبر. باسم مؤسسة التوحيد ومجاهدين لواء التوحيد المرابطين في حي الشيخ سعيد نقدم جزيل الشكر إلى مجلس المناصير لدعمهم الشعب السوري وتقديمهم وجبات الإفطار للصائمين، ونخص بالشكر رئيس المجلس الشيخ الفاضل فيحان الجرمان المطيري لإشرافه على ذلك. نحن اليوم في اليوم 12 من رمضان الموافق ل 2013 21 7